مجددا تظاهرات مستمرة في برلين تنديدا بالإبادة الجماعية التي تحدث في غزة وفي فلسطين وأيضا في لبنان، ودائما ما نشاهد الصدامات التي تحدث بين المتظاهرين ونشطاء منددين بهذه الإبادة وبين شرطة برلين. كما تشاهد خلفي هنا الشرطة تضرب طوق أمني كبير تمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى هنا. قبل قليل قامت باعتقال أحد الأشخاص وهو ما أثار غضب بين المتظاهرين، ويعني حاولت الشرطة تدارك الموضوع وحدثت بعض الصدامات، ولكن حاولت الشرطة أن يعني تفرق المتظاهرين. هم الآن يجتمعوا في هذه المنطقة، طبعا هناك الشرطة تضرب طوق أمني كبير وتغلق كل الشوارع المؤدية إلى هذه المنطقة بسبب يعني لا يحدث سيناريو الاشتباكات مع الشرطة على غرار ما حدث في تظاهرات سابقة، وقامت الشرطة باعتقال العديد من النشطاء وحدث حالة من الغضب والهلع، وأيضا كان هناك إصابات في صفوف النشطاء بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع. حتى الآن تبدو الأمور هادئة، ولكن هناك توتر لدى المتظاهرين بسبب هذه الإجراءات وبسبب هذه القيود من الشرطة وبسبب بعض الشعارات التي تمنع الشرطة ترديدها. كما نشاهد طبعا هنا ربما يعني بين الحين والآخر نشاهد بين يعني هذه الاشتباكات بسبب أن الشرطة تقوم باعتقال أحد الأشخاص أو إحدى المشاركات في هذه الوقفة، وهو بطبيعة الحال ما يعني يعكس موجة من الغضب والاستياء لدى المتظاهرين. طبعا بشكل أساسي يطالب بعد مضي عام على هذه الإبادة الجماعية أن يتم إنهاء هذه الإبادة الجماعية وأن لا تتكرر كما يحدث الآن في لبنان، ويطالب هؤلاء بضرورة وضع حد لهذه الإبادة وألا يكون هناك عام آخر من القتل الذي كان غالبيته من النساء والأطفال والأبرياء والمدنيين.